أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في الجزء الثاني من برنامجكم بطولتنا. والبداية سنبدأها بقضية هامة جدا وشغلة الرأي العام. إذا تطورات كثيرة شهدتها قضية التلاعب والتي اتهم بها مجموعة من لاعبي رجاء بني ملال بعد لقاء النادي القنيطري في ختام الموسم الماضي. اليوم يكشف كل من سعيد واجون ومدرب ناشئين في فريق فارس أسردون سابقا وأيضا إسماعيل كوحة حارس الفريق مجموعة من الحقائق التي ستفاجئ الرأي العام. وفي التفاصيل اتهام للمكتب المسير بفبركة هذه القصة للتنصل من مستحقات اللاعبين والذين وضعوا في قفص الاتهام. إدراج الاسم في هذا الموضوع هو أن أول حاجة نضيفها بأن فشل المسؤولين فشلوا بما بغيش يبينوا بغي يغطوا الفشل ديالهم هما باش داروا هذه القضية. وأنا كشاهد طرف هذه القضية بأن بني ملال أول حاجة ملي وقع هذا المشكل أنا كنت حاضر على المشكل أشنو واقع بأن رجاء بني ملال هما اللي مشاو باش ياخذوا الماتش من عند الحارس النادي القنيطري. أنا شهدت على هذه القضية بأنه هما اللي مشاو عند حارس النادي القنيطري بعتوا هذاك النادي وبن كوار. بن كوار اللي هو الشاهد الرسمي الثاني اللي جا اللي قال لهم أنا شاهد. بن كوار حدد الطرف لا مسؤولي رجاء بني ملال وتتحدد الاسم بالضبط فريجة يوسف فريجة. انا كنت اصلا باش الجمهور اللي يقول كيفاش تجيت انا للقنيطره انا كنت في مدينه سالا تندير داك تكوين المدربين كنت ندير ستاج تما ليسونس بي دوره عندي تما في ليسونس بي باغي في علمه بانني كنت ما اتصل بيا قال لي غنبعث لك بن كوار باش يجيبك لعندي. انا ما تنعرفش بن كوار قال لي بالضبط واحد الشخص سميتو كريم باش يجيبك لعندي. فعلا كنت في محطه ديال القطار جابني واخذت نعاود التفاصيل المملة باش جاء عندي بن كوار تلاقيت معاه في محطة القطار جابني لعند باقي دخلت عند باقي مباشرة نزل عندي باقي اش قال لي سلم عليا قال لي قلت له علاش بغيتيني قال لي عرفتي علاش عيطت عليك راه على وجهك وما غادي نرسل هذا للحبس. قلت له علاش اش دار قال لي راه جا بغي جا هو الصديق ديالو بن كوار بغي يشريو من عندي الماتش رجاء بني ملال هو رفض. انا قلت للصديق ديالي علاش دير شنو دير راه خطير مشى معايا انتهت اللعبة. انا مشيت باش نمشي لسلا اتصالات ديال مسؤولي الرجاء بني ملال او يعني بغى يجبدوا تاع الكشف ديال الهواتف اتصلوا بيا قبل ساعه ونص او ساعتين بالمباراه اتصلوا بيا بلا ما نقول الاسماء اتصلوا بيا كثير. ومن بعد يوم على المباراه اول سؤال بعدا اتصلوا بيا واحد قال لي فينك قلت لي انا في سلا انا ما عرفتوش قلت لي شكون قال لي انا جمال قطع التليفون بغى يعرفني فين باش انا بالضبط واش انا كاين ولا ما كاينش. مشات الامور عاديه اتصالات تيسولوا فيا وجاو عندي السونتر فين كنت يو على ما اعتقد يوم الثلاث او يوم الثلاثاء ما عقلتش يوم الثلاث يمكن جاو عندي بعد المباراه جاو عندي السونتر خرجوني جاو بقاو تيدويو معايا في الاول راك عارف هجموني بواحد الطريقه من بعد قال لك خصك تعاون معانا كيفاش هاد المعاونه باش نتعاون معاكم انت ولد البلاد انت تدوز الدبلوم يمكن تاخذ الفرقه حنا نعاونوك تشدوا لي مدرب ديال الفرقه هذه راك عارف الاغراءات وكاينه اغراءات ماديه. قلت لهم شنو باش نتهمن هاد اللاعبين هادو ما تنعرفهمش. كما كتشوف بان النفسيه حنا ديالنا كلاعبين من مور هاد يعني الشيء اللي كيروج في الميادين الكرويه المغربيه بانه اللاعبين كان عندهم شي تلاعب في مقابله ديال النادي القنيطري. انا كنقول الراي العام ولا حتى الناس المسؤولين بانه حنا الحمد لله ما عندنا حتى شي علاقه بهذا الشيء. حنا لاعبين يعني لعبنا الحمد لله مقابلات كلهم بنزاهه ما عندنا حتى شي يعني ما حتى شي حتى شي اشكال في هذا الشيء. اللي كنتمنى من الله هو انه يعني لا القضاء ولا الناس المعنيه بالامر ولا الجامعه الوصيه يعني تحسن في هذه الامور خصوصا ان الجامعه الملكيه المغربيه للقدم يعني ما اعطينا الصلاحيات يعني الكامله باش اننا نلعبوا في الدوري. مع الاسف الانديه ما من اللي كتكلم معاه تيقول لك باقي الامور عن القضاء بقى يعني ما يمكنناش نحسموك معك كلاعب يعني في باش تعقدت مع شي فريق ولا شي حاجه. وحنا كلاعبين يعني لا نفسانيا ولا معنويا مدمرين لانه احنا عندنا العائله ديالنا عندنا وليدات ديالنا كان يعني احنا قود ديالنا هو من كره القدم. وكما قلت لك احنا كنتسناو القضاء دابا حاليا يعني الامور القضائيه كلها توجهت للدار مدينه الدار البيضاء لانه المجلس الاعلى ارسل واحد الوثيقه للمحكمه الابتدائيه بمدينه بني ملال كتقول بانه يعني الجلسه المقبله غادي تكون في مدينه الدار البيضاء هي اللي غادي تقدر المحكمه الجزريه هنا بمدينه الدار البيضاء تقدر تحكم لنا في هذه القضيه هذه.
والحمد لله ما انا من المستوى الكروي ديالي يعني 30 سنه في عمري دابا وزورت تقريبا 6 فرق في بطوله وطنيه وفريق اوروبي والحمد لله 30 سنه يعني من بديت المشوار الكروي ديالي ماشي غادي تندير 30 سنه ما عمري عاد غندير فضيحه بحال هذه. الضابط القضايا اول شيء استدعوني كشاهد قال لي شهدها شنو راه رفعوا بك دعوه بانك كشاهد قلت له ما يمكنش نشهد بالزور لا يمكن باش نشهد نضيع اربعه اللعابه اداء منطوره لاش باش نضيعهم حياتهم باش نبقى انا هو يعني الرجل المهم في بني ملال باش نضيع اربعه اللعابه الحياه ديالهم غتضيع ما يمكنش حشومه وما عمري درتها كلعاب ما بقى دابا كمدرب باش نديرها مشات الامور ما بغيتش في الاخر هما اتهموني بانني انا تشاركت مع انا اللي كنت الوسيط للعابه وما عندي بيني وبينهم ولا مكالمه ولا اي شيء ما في الكشف اللي جا ديال المكالمات الهاتفيه هذاك مويان عبد المنبي اللي قالوا لك النادي ديال المقهى بيني وبين اتصالات من يجبدوا سنوات بيني وبين اتصالات عادي بعلاقه عائليه بن كوار ما بيني وبينه ولا اتصال ولا شيء الا اتصال اللي هو اول اتصال اتصل بيا حيت شفت الكشف اتصل بيا اول اتصال سميتو بغى قال لي تيقلب عليك بغاك رايجا وهذا اتصل بيا هو اتصل بيا انا بقى عاقل يمكن الساعه 3:30 هكا قبل المباراه تيتصل بيا بغى يقول لي راه بغاك رايجا فين وتيسولني نت على النادي انا ما كنعرف لا النادي ديال القهوه ولا ديال حتى شي لان كنت كنعرف الملعب وحتى المكالمات اللي كانوا جابوا بني ملال بانه كانت عندي مكالمات مع المستضع بالعكس ما كان عندي الحمد لله حتى شي مكالمه فراه كاين المحضر كاين مكالمات يعني ما كاين حتى شي مكالمات عندي مع لا حتى شي وسيط يعني الحمد لله والسؤال المطروح هو كيفاش تم طرح الاسم ديالي كلاعب خصوصا حنايا لاعب متمرس في بطوله وطنيه لا انا لا مراد عيني لا مراد الرافعي لا زهير ناعم فما يمكنش هاد اللاعبين اللي عندهم سميه في بطوله وطنيه وعندهم فهادشي اللي بغيت نشير ليه هو انه زهير ناعم هو كيلعب في البطوله الحاليه وغادي متالق مع فريق المغرب التطواني علاش؟ لان فريق المغرب التطواني عنده اداره في المستوى فريق اللي كيعرف يدبر الامور ديالو باحترافيه فريق اللي غادي في واحد الاتجاه احترافي وناعم هو تيلعب وتيسجل اهداف مع فريق ديال تطوان وحنا علاش هاد اللاعبين يعني جالسين كل هادشي مفبرك كل شيء مفبرك لاش بالكلمه الوحيده اللي كان تيقول لي رجا في التليفون وتيقول لي اجي تشهد باش هادوك بهذا الاسلوب حشومه يسمعوه المشاهدين باش دوك ولاد الحرم ما يديوش الفلوس اللي تيسالوهم على هذا الاسلوب هذا كان تيقول لي في التليفون يمكن ليش نتكلم مع مكتب ديال رجاء بني ملال لانه تهمني وباسم يعني باسم رجاء بني ملال وعبد الرافع كدومي الرئيس كان تهمنا بانه حنايا كان شي تلاعبات مقابله الحمد لله ما كاين حتى شي تلاعبات وما كاين حتى الحكام اللي داروا مقابله بس مبروك الثلاثي التحكيم اللي قام مقابله ولا المندوب ولا حتى المراقبين ديال التحكيم اللي تيكونوا في الـ في الـ في, في, في مع الجمهور كلهم قالوا مقابله عاديه يعني كل شيء قال مقابله عاديه وكاين لو سيدي تا هو كيبرهن بان مقابله ما فيها حتى شي الحمد لله حتى شي تلاعب فما يمكنش حنايا دابا هي تقريبا 3 شهور وحنا جالسين فشنو اللاعب شنو هو اللاعب؟ اللاعب هو الممارسه رغم انك تقدر تدرب بوحدك ولكن ماشي بحال الجروب الشيك مكتوب باسم اللاعب باقي عبد الاله باقي شفته في المحضر ومكتوب الفوق الشيك نون دوسابل يعني اللي حتى شرحوا لي الاخوان بان هذا الشيك لا يمكن ان يصرف الا لما مشى باقي شد داك الشيك دفعوا في الحساب ديالو ويدخلوا الفلوس الحساب ديال باقي عادي يمكن يجبد الفلوس يعني ما فهمتش كيفاش الشيك هو وباقي اتهم قدام قاضي التحقيق اللي مع صديق ديالو بن كوار بان خد لي الشيك وصوروا راه فوتوكوبي صوره وعطاه الرجاء بني ملال وتما فبركت الاشياء ماشي الشيك الاصلي اللي عطى الرجاء بني ملال صوره منه فقط هذا هو المشكل اللي وقع للشيك باش يفهم حتى الراي العام تيقول الشيك ما الشيك لا دفع الشيك اللي شفت اللي تنقول لك الاشياء اللي وقعت عند قاضي التحقيق بان الرئيس ديال النادي القنيطري قال لي هذا الشيك كعقد او كونترا باش يدفع سنتين هذا هو اللي وقع المهم يمكن يتصلوا بباقي او
الرئيس يقدر يقول لكم الاشياء اللي هو عارف شنو كاين. هو لا صحفي في بني ملال رضي يصدق قبلنا نتكلموا معاه، ولا صحفي، نتحدى اي صحفي منهم الصحفي فالق اللي ديال جريده الصباح، ولا مره هو تيكتب ضدنا. علاش يكتب ضدنا؟ الان كان صحفي مراسل، الان اصبح كاتب عام رجاء بني ملال. لماذا؟ كان تيتهمنا، كان تيدافع على رجاء بني ملال فقط، والان اخذ منصب. انا واثق 100% بان مسؤولي الرجاء بني ملال حيدفعوا الثمن على هذا الشيء اللي داروا، لان داروا شي حوايج ما كايناش، وفتحوا ابواب لجميع الفرق المغربيه. ممكن اي مسؤولين فشلوا في المهام ديالهم يقدروا يتجهوا لنفس القضيه، هي تيولي فوضى في الدوري المغربي. وهذا هو المشكل اللي خصها حتى الجامعه ورا القضاء يتخذ الامور يعني بصرامه، باش ما يبقاوش بحال هاد الاشياء. عيب باش تسمع علينا كره القدم في المغرب، هذا باع، هذا شرا، هذا ما بقاش كره القدم. ما بقاتش كره القدم طبعا، مع عدم التسليم بانه